السلام عليكم. السلام. وداد ولا راجل؟ لا وداد يا اخي. شنو التوقعات ديالك للماتش اللي غيتلعب مع زوج ما بين الوداد وكذا؟ ايوا نتمنوا الفوز للوداد ان شاء الله بواحد الزيرو. شكون يقدر يماركي؟ الوداد. شكون في اللعاب؟ في اللعاب ما نقدرش اللي ماركه ماشي مشكل، ما نقدرش نقول بالضبط شكون غادي يدير. شنو بالك الوداد تقدر تأهل؟ ان شاء الله تاهلت. وداد راه مدرسه كبيره فهمتيني، راه مدرسه كبيره وعريقه. تاهل ان شاء الله، يكون خير ان شاء الله. ودادي ولا رجالي؟ ودادي. شنو التوقعات ديالك المجموعه؟ وحنا عندنا الثقه في اللعبه ديال فريق الوداد البيضاوي. احنا مشينا لمدينه الانغولا، احنا عندنا الثقه في اللاعبين، عندنا الثقه في الاداره. احنا غاديين باش نجيبوا ثلاث نقاط وباش نهداو الجمهور فريق الوداد البيضاوي، حيت المقابله الجايه غتكون صعب من هذه امام فريق الزمالك المصري. لفريق الزمالك المصري ما بقاش شي فريق قوي كما كان شحال هذه، ولكن حنا ما تدخل علينا حتى شي فرقه في افريقيا. اللي جات مرحبا بها، انغلبوها ونديو اللقب ديال عصبه الابطال. عصبه الابطال حيت داك العام اللي داز مشات لينا عصبه الابطال في ظلم تحكيمي. هذا العام نحاولوا نعوضوا ونرديو الجمهور فريق الوداد البيضاوي. وشكرا. وداد. وداد. شنو التوقعات ديالك الماتش اليوم؟ ان شاء الله مربوح. ان شاء الله مربوحة. شكون يقدر يماركي؟ اي ماركي مبينزا. مبينزا. وداد تقدر تأهل؟ تأهل ان شاء الله. تأهل. بالنسبة للتشكيلة مزيان؟ التشكيلة بحال التشكيلة ديال الماتش اللي فات تقريبا. كاين لعابه مضروبين. السلام ورحمة الله. شنو التوقعات ديالك للماتش اللي وانا كنعطي النتيجة إيجابية للوداد، يقدروا يربحوا في هذا الماتش إلا كانوا بخطة، إلا لعبوا شي خطة يعني هجومية، لأن ضروري خص يجيبوا نقطة إيجابية من اللي يلعبوا هنا غيلعبوا مرتاحين كما دارت الرجاء. ونتمناو لهم هذا الفريق هو عاوتاني الكليمة ديال تما عوامل تقدر دير لهم شي تبعثر لهم الوراق في هذا النهج هذا كما وقع المنتخب. ولكن الا مشاو معزمين وباغيين يحققوا نتيجه ايجابيه راه يقدروا يتحكموا في الماتش. واللعبه الوداد راه معروفين عندهم تجربه مع البطوله ديال افريقيا، ونتمناو لهم التوفيق. كنشوف الوداد في البطوله الاحترافيه هي اللي متصدره، اذا واش تقدر تاهل؟ ولكن مع البطوله ديال عاوتاني كاين عاوتاني ماشي بحال البطوله هنا تيلعبوا الكليمه والبنيه التحتيه مساعده، من تما عاوتاني تتكون الكليمه والعوامل ديال السفر وداك الشيء مع الجائحه تتكون شويه اللعابه. شوف شفنا المنتخب راه كانوا كيلعبوا في اوروبا وداك الشيء، ملي كيمشيو لتما تيبان لك اللعب تغير واخا تيبغيو، ولكن كيكون البنيه التحتيه زائد الطقس اللي كتكون تما كتاثر شويه على اللعابه. خاصهم يربحوا هذا الماتش هو باش ما كاين، الا مشاو بواحد العزيمه ومشاو بخطه هجوميه يقدر يجيبوا نقطه ايجابيه باش يلعبوا هنا مرتاحين. معلوم وتتفرج الكره وتن وانا ان فان ديال الوداد هادي 60 عام، باش انا ماشي في المغرب، انا عايش في اسرائيل وانا في فان ديال الوداد. وفات زمان كان عندنا واحد الغنيه على الوداد وكانت هكا: إدادي ودادي الله هو ودادي، إدادي ودادي الله هو ودادي. جيسبيغ باش اليوم يربحوا الجروب ديال الوداد. اي جو ليزيم دو تو مون كور اي جو ليزي جامي، ما عمر ما نسيت الوداد. Avec plaisir, et c'est toujours un plaisir de voir à la télévision le groupe d'El Wydad est toujours gagnant, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Amin. جميع جمهور الوداديين اليوم يهزوك فوفهم الله ويطلبوا الوداد الانتصار، لان الوداد لعبه خارج البلاد يمكن ياك. ان شاء الله غيكون غير الخير، وحنا املنا كبير في الوداد لان الفريق اللي كنعرفوه كيعطي خارج المملكة، داخل المملكة كيكون لاعب شوية، أما خارج المملكة كيتقاتل باش يجيب واحد النتيجة. هذا اللي كنتصور غيربحوا بواحد زيرو إن شاء الله، هذا هو الإحساس ديالي. إن شاء الله ولا بد، لأن ديما حمراء وسط نجمة خضراء راه كنفتخروا بها.
راه الرايات البلاد عندنا حمراء وفيها نجمه خضراء، لان ما كاينش فرق بين الرجاء والوداد، لان كلهم ديال البلاد. حنا كنشجعوا اللي كيلعب وكنكونوا ديما واقفين مع اللي كيعطي، وحنا الامل ديالنا الله اليوم بان الوداد غتتاهل. الواقع ديال ان شاء الله الوداد غتفوز ان شاء الله. خصي المهم الانسان يكون شويه الجديه في الماتش وما يكون غير ان شاء الله. الوداد انا متفائل بها حيت فرقه كبيره، وتم مع وليد الركراكي راه تبارك الله هو مدرب زوين وشاب ويكون غير خير ان شاء الله. يقدروا يتاهلوا؟ انا متاكد 100% ان شاء الله انهم يتاهلوا، حيت اللي فرقه اللي كبير كبير واخا كيكون كيدوز في ازمات ولا شي حاجه، ولكن كيبقى ديما كبير. ما شاء الله كنتمنى الوداد تجيب نتيجه مزيانه وتاهل ان شاء الله، ونفرحوا جماهير الوداديه والمغربيه، وان شاء الله كاع الفرق بغيناهم لا بركان ولا الرجاء ولا الوداد، كلهم بغيناهم زعما يديروا شي نتيجه مزيانه، حتى الكره مزيانه، الكره مغربيه خصهم ينتصروا، بغيناهم يديروا شي انتصار زعما باش يفرحوا الجماهير كلها، لا الوداد ولا الرجاء ولا البركان. كنشوف الوداد كدير دابا ماتش في البطوله الحشيشيه، واش تقدر تاهل في الوسط؟ ان شاء الله كلشي قريب عند الله، كلشي قريب عند الله. الوداد راه الوداد ديما وداد، علاه بغاو يديروا شويه؟ هما راه ديما اذا الوداد الوداد كيما تنقول لكم الام خصها تربح، والازمات كما قال السيد الازمات خليهم تجيو للبلاد وسميتو عاد باش ديك الساعات كل ديك الامور غتصفى ان شاء الله، غيكون على خير. الوداد ديما غتبقى ديما وداد، واخا تخسر واخا تربح، حيت الفرق الكبار وتيخسروا، فرق كبار كاع اوروبيين وعندهم مشاكل، ما كاينش فرقه ما عندهاش المشاكل. والله يهدي الجميع، والله يهدي الناس الاخرين بلا ما انا عطيتهم واحد زيرو جوج زيرو اللي ماركي ما نقولهاش، انا ما كنقدرش نقولها حيت الكره هذيك ما نقولش كيكون يعني ماركي. المهم النتيجه انا موقع ان شاء الله الوداد غتربح والرجاء غتربح والبركان غتربح. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.